يا ظافي هدول الحريم مثل السجاد العجمي، كل ما بتطرقه كل ما بيجوهم. الله عليك يا ابو شوكر، بشوفك يا حكي نسوان ما في احلى منه. اي أيوة والله حلوين ومرين. ان شاء الله نعيم. الله يرحم عليك. اوه ويرحم والدينا ووالديك. اهلا وسهلا ريسي ظافر والله. تسلم ليك. لا خلي يا ظافر. لا ولو تعبك يا ابن الحلال. على راسي والله. شباك مصاري شباك كثراني مصاري. شو عم تعمل صورة تكتب جيبتك لك نزل؟ يا عزيز 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 يا عزيز
بسم الله ما شاء الله حوله. لو كان ابنها شو كانت عملت؟ يا صافر ما هني شو اللي صاير؟ يا عمي اللي شو صاير انت اللي صاير؟ شو صاير؟ اللي شو صاير؟ يا بطل عليك يا شو صاير؟ شو في؟ لك شو في يا ابني؟ لك يا عمي شو بدي اقول لك؟ مش على الله بدي اذبحه. شو صاير؟ لازم اذبحه. شو في؟ خلينا نحكي جوا. شو في؟ احكي شو؟ لك احكي. ساك يا ابي. شوف شو كان مخبي بجبته هذا الكلب. يا بطل يا بطل يا ابو الانت ويا بدون صوت. هاي الشغله فيها شرف فيها دم. ما بدنا جرسه. امنت صافر. ولك انت ما فيك شرف انت. روح ما خليتي ولا يلا. انا جباح جواطي. لا لك ارجع عيك جاوي لك روح على شغله. يلا عمي يلا يلا عمي يلا يلا بسيطة بسيطة. انا برجيك يا واطي. انا برجيك يا ندل. ماشي الله يسامحك يا أبي. الله يسامحك ليش ما خليتني اشخطه ليه؟ وينو ظافر؟ وينو؟ لك وينو ظافر وينو؟ شو ظافر افندي؟ ليش هالطوشي بينك وبين ولاد أبو عصام؟ ها؟ ما في شي يا أبي. ما في شي؟ ولا مانك مستعد تقول ليش؟ يا أبي أنا فو عليك. فو عليك وعلى تربايتك يا واطي. وطيت راسي وخليتهم يحطوا علينا وحده. يا قليل الشرف يا قليل الناموس. فو عليك. روح لوسي. أخي أبو عصام يلي بيني وبينك كبير، بس شغلة الشرف والناموس أنا ما فيني أحكي. وأي شي بدك إياه أنا جاهز. عزك ابو ظافر. شرف تاع ابو ظافر. زعما هيك صار لك؟ هيك صار. وانا وين كنت؟ انت كنت نايم. انا كنت نايم. شو بدنا نمش؟ انا اللي كنت نايم ولا انت؟ يخرب بيته هالظافر صرت طلع واطي مثل ابوه. اي والله واحد نواقصي. شغلة الشرف والناموس ما بينمزح فيها بنوب. الدم بصير فيها للركب. ظافر ما دخله ابن عمي، بنته هي اللي صورتها بالجريدة وكل أهل الشام شافتها. شو عم تعمل الصورة بجيبته؟ هيك بدك تقولي؟ ليش هي بجيبته ابن عمي؟ خلصنا فرياد؟ خلصنا؟ ابني غلطان، ولو كنت أنا محل أبو عصام وولاده كنت طلعت بروحه. خليه يقوم ينقلع يروح على البايكة وحدي جهنم الحمراء. ابن عمي خليه اليوم يرتاح وبعدين بيروح. هي قاعد بالبايكة. أنا بورجيكم يا ولاد الحلاق. أنا بورجيكم ما رح أترككم. ولاد الحلاق ضربوك لأنك قربت على شرفهم. وعمي الكبير استعذر منهم كرمالك وأنت مالك مقدر هذا الشيء. شو بتعرف فيني وليه؟ مو أنا اللي بتشمت بجوزها. ويا ريتك جبتها لدلال لهون متجوزة ولا كسرت بخاطري هالكسرة. لعب وشي. انقلحي أحسن ما فيش كل خلي فيك. انقلحي! يا عرق حريجي منوار. انت بتعرفي تطبخي؟ من فضل الله بعرف اطبخ كل شيء. يا عيني
نفسي هافي على الحراق اصبعه بتعرفي تطبخيها؟ مو تكرم عينك، احلى طبخه حراق هلا بعمل لك، بس سيدي ابو بدر بيحبها لما اعمل له اكله ثانيه. لك لا تخافي علي سيدك ابو بدر، شو ما حطيتي له بياكل؟ يخزي العين بطنه مثل الجبانه ما بيرد ميت. هيك حماتي معودته. يلا يلا. سكري دي باي القضيب. يوه مين بده يشوف؟ يلا يلا لك ايه ايه تفضل. تعليم يلا يلا شرفوا يا شباب شرفوا يلا يلا بخو خليكم عند منكم هلا راجع لكم انا يلا تكي فوزية بتعرف هاي هذا هو التليفون هذول الشباب يركبونا التليفون هلا هذا بتحكي من هون بتقولي الو من هاي الارنه بيقوم برد عليك من هاي الارنه بقول الو الو لا مو هلا بعدين بتقولي كيفك من هاي الارنه بقول لك الحمد لله من هاي الارنه دقيقه كيفك الحمد لله من هاي الارنه إيه؟ كيف الصحه من هاي الارنه بقول لك الحمد لله صحه منيحه بهاي الارنه كيف الصحه ما حدا عم يرد علي ولا عي اللي تلقي قلبك الهي إيه حتى يوصلونا يا اسالهم ركبوا لي سعاد شي تليفون لا نحن اول شي بالحاره لسه بيت ابو عصام ما ركبوا تليفون خي خلي هالمكيوده تحرقس اكثر واكثر ساوي لهم شاي ساوي لهم شاي مو على عيني يلا روح روح يلا نوار ساوي شاي قرب جبلي جبلي يا الحمار جبلي حمار الجبل للحبال قرب قرب يا الحمار علي عمي خمسي ورا خمسي خمسين لك شو خمسين والله عليك عم بيع بخمسي ورا اللي عجبه عجبه اللي ما عجبه السوق قدامك اخي روح ايه انا حر جبل يا هذا حمار جبل يا الحمار قرب هذا هو هذا الحمار اللي عم دور عليه علي يا اخي علي مرحبا يعطيك العافيه عمي قديش بدك حقه عمي خمسي ورا من اخره بخمسي ورا اللي عجبه عجبه اللي ما عجبه السوق قدامه تكرم عيونك واحلى خمسي ورا خاطرك يا رفيقي هي اخر مره رح اطعمك فيها طول بالك معلمي ثلاث حمير بعطيك اياهم بعشر ورقات لك شو تعطينا العشر ورقات انت الثاني؟ لك هذا الحمار ما بتعرفه، هذا حليبه او كثير، يا لطيف شو بدي احكي لك؟ رح احكي لك، لك هذا في واحد صاحبي بليله عرسه خروج شرب من حليبه صار يا لطيف ما عاد يتهدى بالليل، واحد ثاني ما بيجي ولا شرب من حليبه صار يجيب كلتهم سوا، انا اشتريت عمي طول بالك يا زلمه انت هلا جيت لك شو هلا جيت؟ عمل لك خلص مش الحال انا اشتريته انا جيت قبل منك وكنت عم فاصله عليه سيدي انا بدي اشتري يعني انا بدي اشتري لا ما حذرت لا يا روق روق يا شباب روق اخي لا تسرعوني طولوا لي بالكم شوي لا تاخذني اخي الزلمه واقف قبلك وانا رجال وصاحب مبدا وكلمتي كلمه يا قاد ما فيني لا تاخذني راح بيعه لإله اخي بدفع لك فوق منه شو ما بدك بس المهم اخذه للحمار اخي انا هيك هيك اخو مراي انت رسلي وانا حرفي بعدين الزلمه واقف قبلك ما بيجوز تضارب على زبون واقف قبلك حرام شرعا ما بيجوز اخي الله 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 يبارك لك عمي الله يبارك لك من قلبي الله يبارك لك يا لطيف على هالناس شو عينها ضيقه يا لطيف ناولنا الله يعطيك العافيه يا جودات يا عمر عمر انا ركبت التليفون وهي النمره تبعي اذا بدك تحكي معي صار على التليفون ايه هاي النمره تبعك ايه ثلاث ارقام ثلاثه بلا ايه اسمح لنا بشو لك اسمح لنا امشي يعني لك وين تمشي نوال مين هاي نوال لك هاد بدنا حلوان التليفون شو بك بده ايه مظبوط والله لازم حليك كان التليفون بس والله يا ابو جودة نسع مصرياتي بالجاكيت الثاني شو ما رجعي ما راح مر لك يا ها الحلوان بدك تجيبه ولا بزعل منك ها بتعرف ايش كان زعلت انا شو بصير معك بعدين لا كل شيء لزعلك يلا السلام عليكم سلامي الله عليك يا ابو بدر الله عليك شوف 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 قد ايش شايف الله حيو النمس حيو لنحيي حيينا حيو لنحيي حيينا وهي لك والباقي لنا يا سيدي بتأسف كلنا انه احسن في هالوقت انك تشتغل بالحمير مع هالحمير لكن لا تصيبنا بالعين لك نمس ايه يخزي العين يخزي العين من عينك مش دوك قولي علينا بدنا نفتك الله هاي شو بدنا عمي؟ بدنا درجي وباخذك خشب ايه درجي ايوه ثلاثة خشب خشب يا ابو حازم خشب هيك نكست عقالنا شاك بي والله الكتني والله الكتني بهزار اللي بتجيبه الكتني حبيته
تفضل ابو حازم. سبحان الله يا نورة، كاني عم بلعب مع عز الدين. معلمة اللعبة، ولك حتى مسك الزهر معلمها. الله يرحمه ويحسن اليه، ما شاء الله حولها على هالترباية شي بيرفع الراس. اي والله لك الله يرضى عليكي. بكره انزلي على السوق اشتري لها اواعي. اكتب لي حالك عم تجهزيها، ما عاد بدي اشوفها عم تلبس اواعي شريفة بنوبها. بتصدق انا كمان كنت هيك عم فكر. الله يخلي لنا اياك ويرزقك ويطول عمرك يا رب. ويا على عيونه، ويا على عيونه هذا اللي جايبه ليكون اخرس ما بيحكي. لك شو اخرس ما اخرس، شو مضمور هو تلفون هالتلفون. يو لا تواخذنا تقبرني، اللي بسمعك بيقول بتعرف بهالمصلحه. هلا لا تسمع لسي، بعدين نزار الله يرضى عليه علمني شلون بيشتغل عليه. اول شيء بسير بتقول الو من هون، بيقول لك الو من هون، بتقول من هون شلونك، بيقول لك هون الحمد لله. يلعوا القلب شيتك، حفظته لهالدرس حفظته. سكر التليفون، انا رايحه انام. تصبح على خير، يلعوا قلبك. انا الو الو رجع. انا بدر. لا ما ضربوا. انا بدر مروان البابيري. مين معي؟ اهلين اهلين، انا بجودك يا بدر، بجودك. اهلين وسهلين ابو جودك، شلونك؟ شلون الاولاد؟ طمني شو اخباركم؟ عاوز شي؟ بدك شي؟ امورنا منيحه كويسه. انا بس حبيت اسمع صوتك، بس اسمع صوتك برتاح. الله يخلي لي يا اخي ابو جوزات. الله معك. اهلي اهلين يا بدر. اهلين بدر الغالي، ابو بدر بيك. الله معك، مع السلامه. الله معك. الله يستر. يا الله خلي التليفون صار شغال فوزيه. خليني اروح على السينما. رجع على قصه السينما. طيب بس خليني هالمره اروح، اعطيني شويه مصاري. الحقني لعطيك خرجيتك اليوم ما اخذتها. يا مسكين، لك وشو لك المسكين، كم قبر حافرين بوشو، عاملين له وشو مقبره. ايوه ارجيله يا رفاعي. ازيك الرجال ماشي على رجليه ما فيه شيء؟ ماشي من قله الموت، شبك انت ضاربك العمى؟ المسكين شلون عاملين له وشو، ما عم يقدر يمشي. شو عم تقولوا؟ لا دقي دقي، كان في دبانه عم بتوز وراي. تطلع 60 ولا مين عم يحكي معك انت؟ مين دخل على دربا؟ انا لا بالي ولا يا 60 ولا بدي اقول جواب. ايش مع الرد؟ يا ريت ما تفتح بابك، اقف شده ما تقول كلام ولا حده. هو البلاصه شبك اخي، شو شان قاعدين معي؟ الله علينا زلمه مثل شبه شو جنبنا؟ ايش كان الناس ماسحين في الاراضي؟ لا يا ابني تعال والله بلي اسمه الله وعزته وجلالته. هون بشخدك، هون بشخدك بنص الحارة. عملتك الناقصة ومرقت بشوارب أبوك. اعمل قيمة لشواربه قبل ما تتطور على الناس. يلا ترمل منه هون، يلا. أول ما تنز عدوا شباب، كملوا شايكم عدوا أخي، كل واحد محله. امشي ما تنز ماني وطارت. جابك ليه؟ حلو يعني اللي عملته؟ لا ما حلو، سكر قليل. شوف ما شاء الله عنا. بسم الله عليك، فتي لتنايمين امتي انتي وياه. يقبر قلبي. هاتي هاتي لحطه على التخت. لا خالتي خلص خلي عندك انا. ايه طيب يسلم ايديك. شوف نيمها. يقبرني، اول مره بينام بدون ما يبكي. ايه ما انت حنونه بنت ظريفه. ايه والله إذا ضل هيك عم يسكت معها رح خليها دايما تنيمه عنا بالتخت. ايوه
وأنا دبر حالك. شو غير دبر حالي شلون؟ تعي اسمي تعي. الله يعطيك العافية، عدي جنبي حبيبتي عدي. الله يعافي قلبك يا رب. فيني اطلب طلب؟ ايه بنتي اطلبي. انتو سميتوا الولد شوكت؟ ايه عمو ايه ايه، خالتك عم عصام هيك بدها، هيك حبيت سميه يعني. انت ما حبيت الاسم؟ لا لا حبيته كتير حلو، بس يعني كأنه الاسم هو اسمك. ايه ابو عصام، ومشان بس يكبر يصير ابو عصام الكبير، مشان نقطع لسانات الناس اللي ما بتخاف الله. الحمد لله عمي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لك بنتي انت ما تعشيتي، ما قومي كليك ليمتين الله يرضى عليك قبل ما تنامي، قومي. لا عمي انا لازم فض خروق الولد. لا تقبريني، هلا بالليل بدك تشعلي الببور، خليهم للصبح الله يرضى عليكي، قومي فوتي تعشي. يلا يلا. حاضر عن اذنكم. والله ظريفة البنت. آدمية. الحمد لله. يا لطيف يا ولي، شو حلو هذا الفيلم زهرة بابي. يا الله شو حلوة هاي الفيفيان. يا لطيف. لك مثل النجمة عم تلاقي على الشاشة، مثل النجمة. إيه حلوة. لك اليوم مو آخر حفلة؟ بلى. أعطينا الصورة تبعها، أعطينا اللي وعدنا فيها. إيه تكرم عينك. بس شو بدك تعمل فيها ما بعرف. شو بدي أعمل؟ شعلي الضو شعلي وشعلي. يلا يا شباب يلا خلصنا. يلا اهلين اهلين، شرفتوا ان شاء الله انبسطتوا. اهلين اهلين افندي، اهلين مع السلامه. اهلين اهلين اهلين. شو بدر؟ السلام عليكم. شو بدك ليش هيك عم تبكي؟ زعلت عليه هذا البطل والله مسكين. قديش حلو الفيلم؟ كثير حلو الفيلم بس ما فهمت منه شيء. ما مهم تفهم، ما مهم، المهم تعيش 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 السينما. عشت السينما، بغينا اخبارك جاي بس يجي فيلم لشاري شفله لهداك. ايه وبقى لي هداك ما بده يعني. من عيوني انت رايح على البيت؟ ايه معلوم رايح على البيت. ليك امسك لي هاي دي اللي بالك عليها، انا رح غير ثيابي ووصلك معي على المسليتي. ايه على راسي. يرجع لي بنصاص الليالي. شو هاي؟ يا عيوني يا عيوني انتي. ابو بدر قولي 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 يا ساتر شوفي قولي شوفي. شوفي يا نمر البوادي، شفناك فوق وشفناك تحت على الحملو عزة. مينو هاي؟ شو هاي؟ مين؟ هاي هاي مين هاي؟ مين هاي؟ هاي 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 اللي هون مين هاي؟ مين هاي؟ أنا ما بعرف مين هاي، أنت بدك تقول لي مين هاي؟ ما بعرف مالك ماشي ما بعرف. أنا مو لحالي، الرجال لا من إيده ولا من حديده وعم يرجع لي من صاص الليالي، مينو هاي يا مروان؟ هاي لك مين هاي؟ شفت الصورة بجيبتك مينو هاي؟ إيه 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 ذكرت ذكرت. أنا امبارح انا مو رحت على السينما. ايه بلا شفت عشرة. يا عيني يا عيني ويا ليلي، والقصة كمان فيها عصام كمل النعل بالسعر. ما ما اعتبري بالك وهي، خليني فهمك انا شوي. ايه فهمني فهمني. انا ما ادري كنت طالع من السينما. ايه 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 ايه. الله ياخذك وياخذه الهي، الله ياخذك وياخذه. اسمع مروان، كل نمرة غطاها هلا بتروح لعندها لهي الخانم، وما في رجعة لهون، ما في رجعة لهذا البيت. سمعت فوزية؟ نعم. خليني نام شوي وبعدين بروح وين ما بدك. ايه مو تكرم عينك، ايه وحياتك رح خليك تنام نومة ما في من بعدها فايقة. ايه خربت وينك يا انا؟ يا انا 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 ي
خلصنا عزوز، خلصنا فردة بقى، الحمد لله في رزق وفي شغل. ما في شروة كبيرة لك أبو الحسن، ما في شروة كبيرة، هيك بدي ضل قاعد. الله بيجبر عمي، الله بيجبر. هلا قمنا من السير، اسمع، سمعت إنه بده يطلع عفو، وبإذن الله هذا رزقهم طالع. الله يسمع منا. المسكين ما لحق يهرب، رجعوا لقطوه. كافر لعيون الناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، لك شلون بدنا نخلص منه ها؟ قمنا الرزق ولك! أنت ولا؟ قوم عن الرزق بلا ما ابتلى فيك ها وصلاني معي لهون سمعوا. شبنا عزوز شبنا بدك تحط عقلك بعقله لو درويش هتطلع عليه. كعكة. قوم سمعوا قوم الله يرضى عليك قوم. ما بدي. لا قوم لك اخي قوم. ما بدي. شو عم تعمل؟ يا ابي شو عم تعمل؟ كل الله عزوز وكل الله شباب. ايه انا دفشني ما حكيت معه شيء انت بدك تحط عقلك بعقله. استغفر الله العظيم. امشي لك اخي امشي من الدرج شوي هيك وتروق امشي يلا. الله يجيبك يا طولة البال. هاشم. قلعوا وسكر الدكان شريف امشي لا يوفقك قوم سمعوا قوم بدي ضبطك بدي كعكة هلا بسكر وبروح هلا بدي كعكة خليك هون رايح شبيان روح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خلصنا بقى روح فوّج لي دمي يا أبو الحسن فوّج لي دمي صغيرة شو في يا رجال؟ لك شو بكون عم نسأل شو في تعب بشير؟ تعال شوف ابني شو صاير؟ ابنه أرجيلة لعزه شو ابنه؟ والله حامل شو صاير لك ابني شو صاير؟ نفسه عمي نفسه قصة سمعه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنه هالقصة ما عدنا نخلص منها والله جننا جننا الله يعافيه عمي تريد بقصة العفو رح يطلع؟ العفو رح يطلع؟ مين قال كل الخلق عم تحكي بهذا الحكي، وقت ما رحت على المطحنة كمان قالوا لي نفس الحكي. يا رب، يا رب، الله يسمع مني. غير عمي، في لك حدا بالسجن؟ لا 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 ما في حدا، مين بدك؟ بس فيني واحد صاحب سجل قلعة الله يفك أسره. إن شاء الله إن شاء الله، يلا السلام عليكم. أمين، الله معك عمي، الله معك. شو صار بالأرجيلة يا رفاعي؟ يلا شيتك شيته. أهلين ابن عمي. خير ان شاء الله شايفتك جاي مو على كرمك شو في والله اليوم سمعت خبريه اذا كانت مضبوطه بفون الله سبحانه وتعالى اطلع بوش اليتيمه خير ان شاء الله ابن عمي بشر شو في اجا بشير عم يقول لي اليوم انه الفرنساوي حيطلع عفو هاليومين ثلاثه يوميت الحمد لله الف حمد وشكر لك يا ربي يا رب صفا يا مصطفى تعي شوفي عمك ابو حازم يلا جاي مرني عمي تعي بدي تعي هاتي كرسي معك وهدي جنب خالتي خير عمي شو في بنتي سمعت خبرية وما قدرت إلا أجي لحتى خبرك يا مشان فرحي الله يخلي لي إياك يا عمي بس شو الخبرية قال الفرنساوي بده يطلع عفو هالكم يوم عفو يا رب بس بس شو لك بنتي شافك كأنك ما انسريتي بلا عمي انسريت بس أنا اللي بعرفه وإن شاء الله يكون ظني غلط إنه العفو اللي طلع من كم سنة مروا ما شمل اللي شغلتهم بالمحكمة العسكرية عند الفرنساوي شي شو الحكي؟ يا بنتي الله يرضى عليك تفائلوا بالخير تجدوه العفو يعني عفو على الكل لا والله يا خالتي ما بظن إيه والله وغوشتينا ابن عمي الله يخلي لي إياك كيف بدنا نعرف إيش كان العفو بيطول هلا صفا ولا لا؟ خلص أنا بسأل هاي المحامية جولي خلاص بدي اتكلي على الله بدي اتكلي على الله كيفك يا زينة الشباب؟ هلا صرت منيح، أنت كيفك؟ بدك الحقيقة هاليومين ما كنت منيحة منه لما سمعت بالخناقة خفت عليك كثير لا ما حبيتها منك هي، مو سليم اللي بنخاف عليه ولولا جدي أبو عصام والله العظيم كنت طلعت بروحه لهذا الواطي يوه وليش تخانقتوا؟ لك الخناقة شغل رجال والحريم ما بتحكي فيها منوب أمرك إيه هيك ها لكن حط لي فولاتنا بهي الزبدية ويلي بقلبها لك العفو الحكومي غير العفو الفرنسي هاي القصة ما حدا بيصدقها يا أبو عصام إيش لك يا أستاذ الناس كلها عم تقول في عفو طالع العفو إيه والله كل العالم هيك عم تحكي إيه بيطلع إشاعات كتير بعدين يكون بعلمكم في حالات كتيرة بيشمل العفو من قرنة بيمسكوها من قرنة تانية والعفو عن القتل الحكومة ما بتقدر تعمله لأنه مو من حقها
بعدين الفرنساوي اذا بده يطالع هيك قرار بدنا ندرسه، لانه اكيد بده يكون له نوايا تانية. شغلي مو لله. اكيد لا، غالبا في لهم مصالح عليا، وانا بشوف اذا صفى بالموضوع انه نتكتم عليه بدون شيء العين مفتحه على الحاره. والله معك حق. وشلون بدنا نتاكد استاذي؟ هي شغلتي ابو حازم، وان شاء الله انا بس اتاكد بجي وبخبركم، وبيكون لي الشرف اكيد. الله يجزيك الخير. يسامحك يا عصام على العمل اللي عملته فيني، انا شو كان بدي بصوره طفله خاصاتيه تحط لي اياها بجيبتي وبتدعي لي بلوي؟ مع مين يا معلم؟ لك شو بدك انت؟ ضريبي فك خلقك انت التالي، شو بدك؟ بدك اكيد كلها سكرت بالحاره وما ضل دوم مريض، بيروحنا؟ شو الحكي كله سكر؟ طيب اقعد معك مني يلا، انا شايف انك كاسه الشاي انا وانت من السير، اقعد شوي عم نتسلى. والله امي تعبانه شوي معلم، اسمح لي اليوم. هلا بنجيب لنا لقمه بالاخير انا وانت. ماني قادر معلم. ما بدي اطلع حالي لاخر الليل. طيب خلاص روح، اذا عمك تعبان روح. خاطرك معلم. الله معك. والله يعطيك العافيه، شو خليته يروح انا؟ ولي الحرام ما فيها لا ابو ولا دمو، شو بيضل حالي هون؟ ولي على قلبك يا بدر. صوت شو نعم هيلا دق الباب خلينا نفوت من الباب لتعرف على أهلها وي سبارك داني طلع لي دقوا ما دقوا دقوا صلي على النبي. السلام عليكم. محسوبة كدمس من الحارة، من قبضايات الحارة، فيك تقول يعني أقبض قبضاي بالحارة كلها، ما حدا بيوقف قدامي. أنت شو اسمك؟ شو ليش ما عم تحكي؟ شو بس ساكتة؟ خجلانة ما هيك؟ لك يا فقرة يا بنت الحلال، ما في أحلى من البنت المرباية الخجلانة، أنا روح قلبي البنت اللي بتخجل ومرباية هيك يعني. شرواكي بالخير. شو بدي أقول لك؟ وعيك وعيك يا بنت الحلال، تفكريني إني أنا بجي تحت الشبابيك أو إني نسونجي أو هيك أو هيك؟ أعوذ بالله، شنو المثل بيقول لك؟ خدي بليش ولا تاخدي نسونجي رخيص. شبك ما عم تحكي؟ احكي لك كلمة. طب بلجأوا بينا يعني، شو معقول هيك؟ اجبري بخاطرنا بكل. ما حاب تحكي من أول مرة، خلص صمت عليكي. ولك يقبرني المربى الخجلان أنا. يلا أنا رح روح، بس المرة الجاية بدك تحكي. ماشي ماشي. السلام عليكم. مرحبا بدر. شلونك بدر؟ اهلين مسيح لك. اهلين يا راسي. راسي حارتك. الله ورك بدك علي. عود عود تشرب لك كاسه شاي؟ بنشرب ليش لا؟ عندي كاسه شاي لك اقرب عجم. يلا. لا احلى مسجد بكل الحاره. لك بدر ليش احد ليش فاتح الدكانه؟ داي اخلاقي وما بدي اقعد بالبيت، اطلع علي هيك بتسلى بالحاره، بلكي بيجينا شي زبون باخر الليل. هالعتمه ذكرتني بحكايه خيلي صارت عندنا بحلب، بس شو بتفطس من الضحك؟ بتموت الضحك لعب بدر. والله العظيم والله شو شو الحكايه؟ مره شو يا خيو؟ ايه في واحد شرط رفيقه. لك ايه بتفطس من الضحك؟ لسه اسمع شيء. شرط رفيقه انه شو؟ يفوت بنص الليل على المقبره.
ايه ايه المقبرة بحار على المقبرة إيه؟ انه يفوت بنص الليل على المقبرة ويدق وتد ايه المهم هذا الزلمة ما كذب خبر ايه جليل إيه؟ اخذ حاله إيه؟ وراح على مقبرة بعيدة لك بعيدة كتير يا بتر كتير إيه؟ بعيدة تاني عتمي ايه ما في قمر صوت خفيفيش ايه كلاب عم بتعوي ليه المهم مشي بالمقبرة وصل لنص المقبرة ايه احد إيه؟ مسك الودد ودقه ايه اجا ليقوم حس انه في شي مسكه من خوفه مات مات يا ابتر والله مات الله يرحمه ايه والله مات الله يرحمه المهم اشو اجوا الناس ليدوروا عليه وينه هاد الزلم اختفي إيه؟ دوروا دوروا ولقوا ميت عند القبر إيه؟ طلع العمار اجي بزاوي دق الودد بنص القلابيه إيه؟ يجي ليقوم يقعد يجي ليقوم يوقع يجي ليقوم يوقع السلام عليكم ابا دور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وايش رحتوا تركتني ولك وزيان انتي سويت وشي وعملتني قد الكمشي قدام ابو عصام لانه ما فتحت بمو بحرف يا ريتو كان حكى يا ريتو كان قال اي شيء انا هذا اللي قهرني اكثر حقك يا بي وزيدك وزيدك سامحني شو بتفرق إذا سامحتك شو بتفرق؟ ضلت لاسقة فينا هاي التهمة ابن أبو ظافر شايل صورة بنت أبو عصام جيبته هات أشوف شو بدي إلا؟ شو بدي إلا؟ روح يا ابني الله يسامحك الله يسامحك يا بي انا رايح على البركة مشان اخي يروح لعند حلوته لانه عريس جديد هيك روح الله معك شو جابك بهالليل؟ جيت مشان اخذ محلك لانه لساتك عريس. الله يخليني اياك يا اخي، انا بحبك كثير. يا خاطرك. تأخر بكره ايه؟ امرك اخي امرك. Thank you.
خبرني قال بايكة مسافر مفتوح والغرمات هربانين وفي جثة بقلب البايكة. يا لطيف هلا الحكي. ايش لعمول؟ بتعمل حالك تروح على مسافر وبتاخده معك وتخيلي على البايكة. أمرك سيدي. يا ابني اعطيني الكولونيل جان. احترامي سيدي، سيدي وصلتنا اخباريه انه البايكه تبع مظافر مفتوحه والغنمات هربانين وفي جثه واحد مقتول. نعم سيدي هيك بتقول الاخباريه. حاضر سيدي. احترامي. يا رب شوف 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 شوفي فتشتوا المكان منيح؟ نعم سيدي. وعرفتوا الجثة لمين؟ نعم سيدي، حرزنا الموجودات والمغدور هو ظافر ابن ابو ظافر. بتعرف بدك تشتغل يا بجودت ولا علمك؟ ولو سيدي اكيد بعرف. تابعوا سيدي. شكرا. لك حدا يفهمني شو عم يصير؟ في مين بيحمي الدار بالحق يسون حده.